أنا اسمي هنادي عبدالله، أنا طبيبة أمراض نفسية حاصلة على ماجستير الطب النفسي وعلاج الإدمان من كلية طب القصر العيني. حالياً أنا بشتغل رئيسة وحدة الدعم النفسي والعلاج النفسي في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. يمكن اللي دفعني أن أنا أشتغل هناك أنه أنا حابة قوي أشتغل مع الطلبة في السن بتاع المراهقة والسن الصغير، يعني عشان ده بيكون هو كروس رودز بيفرق قوي في مستقبلهم. كل ما كان التدخل بدري كل ما كانت حياة البني آدم بتتغير للأحسن. أنا بستخدم في العلاج النفسي أكتر من تكنيك مع بعض، مينلي أكتر أبروتش بحبه هو الهولاستيك أبروتش، هو إن إحنا بنعالج الإنسان ككل، بنعالج الماضي بتاعه، بنعالج الحاضر عشان يعيش في مستقبل أحسن. إحنا مش بنعالج مرض بس. في طبعاً تكنيكس تانية كتير بحب أستخدمها، بحب أستخدم الأوبجكت ريليشن تكنيك أو ثيرابي يعني، وبستخدم الانتربرسونال، وبستخدم الحاجة اسمها الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي أو العلاج المعرفي السلوكي، اللي هو إزاي بنصلح المشاعر بتصليح الأفكار. التكنيكس المختلفة المتعددة دي احنا بنستخدمها او انا بستخدمها لعلاج امراض نفسية كتيرة، زي مرض القلق المرضي، زي الاكتئاب بدرجاته اللي بقى كتير قوي منتشر في المجتمع، زي امراض الاضطرابات الشخصية والاضطراب السلوكي، وامراض الادمان بانواعها. انا حابة اقول انك لو حسيت في اي وقت انت او انتي ابنكم او حد من اهلكم حاسس باي اعراض نفسية وبقى من الصعب عليه ان هو يتعايش في المجتمع، مش عيب، مش ستيجما ان احنا نبقى عندنا تعب نفسي. دلوقتي احنا بنقدم الدعم النفسي اقرب طريق ممكن ليك، so please do not hesitate، ما تتأخرش، ما تستناش، ask for help، we are here to help you.